المتكررة على الكوادر الصحية. فاليوم الكوادر التمريضية وقفة احتجاجية لأسباب كثيرة، رغم أنه الكوادر التمريضية بالحائط الصد الأول، ولكن هناك عدة تجاوزات، من ضمنها أولا مبدأ العقوبات من دائرة صحة بابل على الكوادر التمريضية بالأخص لأسباب غير معروفة، لأسباب أنه مجرد أنه ما تم نشر بقلة تجهيزات. النقطة الثانية اللي تم التظاهر عليها أنه هو التجاوز من قبل أحد ذوي السيد محافظ بابل. النقطة الثالثة، التجهيزات اللي يتم تجهيزنا بها هي تجهيزات من معمل النسيج، تجهيزات رديئة جدا. حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، التجهيزات المفروض أن تكون بولستر 100%، يعني غير نافذة لأي شيء. التجهيزات اللي ينطونها نافذة، ونافذة لكل شيء، يعني نافذة حتى للغبار، وهي ما تمنع. وهاي الأسباب، يعني هاي الأسباب الثلاثة اللي أدتنا أنه لأن عملنا ما مكرم ما مجتهد. عقب هذه المعاناة اللي نعيش بها احنا نشتري الوسائل التجهيزات الطبية على حسابنا الخاص، مع ذلك المعاناة التهجم علينا بالوسائل الإعلامية الغير لائقة، فهذا لا يليق بينا احنا الكادر التمريضي المهمش. فلازم تحطون عين الاعتبار من يعني أبسط شيء اللي نشتريه من عندنا، يعني المستلزمات اللي نقدم نكمل واجبنا الوطني والشرعي اتجاه هذا المرض الوبائي. احتجاجية على الاعتداء الذي حصل من عائلة محافظ بابل حسن منديل، وقبلها التقليل من شأن عمل الملاكات الصحية والتمريضية بجعلها كوادر وسطية، وهذا المسمى لا يوجد في وزارة الصحة نهائيا، وهنالك مسمانا وهو الكوادر التمريضية، كوننا أبطال الصد الأول ونحن نعمل على 24 ساعة ونقدم الخدمات المتواصلة للمرضى.